علشان تدروا له قطر الوحيد في البرنامج السعودي ما حد يفوز عليه. مخترع برا. تعال تعال بسروالك. لابس هرشه مو بسروال. ركزوا بتجيبوها بعدها لعبه لكم حتقفل الموضوع. عادي اقول بس مو خارج عن ذا. اي عادي. مثل هذا اول مره اسمع بس. لا لا مثل مثل. اوكي يلا. ايه الثالثه. الثالثه. لا 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 محمد ناصر. لازم الناس تشوف كل شيء. لان هذول برضو معك. اوكي. الثالثة راتب دباب يسوي كذا شرح. الثالثة حلو الفيفي. عيال من اللي قال من اللي قال من اللي قال لا 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 ايش قلت اصبر شبع شبع حلو ليش شبع يعني يلا هذه الثالثة قال يلا يلا شبع زايدة يلا الثالثة يشبع لا لا ركزوا الجايع ما يشبع اطلعك من قاره من 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 الوقت بلا شباب تكفون فيه طير يلا منقار كلنا ناكل منقاره فيه كل طير ايش يحبع من 60 ثانيه منقار منقار عندك عندك ايش قلت انت لا تكفى تتكلم من شبع لا 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 من شبع طمع لا يا رب لا تتكلم يا ريجي تكلم انا اتكلم ما احب ثانيه عيد 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 يصبر يا رجل حبه حبه يا رجل كذا 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 دقيقة يا رجل خلونا نحن لحظة 10 ثواني غير لحظة قال لك نشبع شنو شنو؟ طيب 5 4 جوعان شب 3 2 جوعان يفكر 1 يا جماعة كذا اللي ما يقنع يشبع اللي ما يقنع يشبع على لا ما قلت اللي ما يقنع يشبع يا هل ترى القطوها وانتهي البرنامج يلا اعطيناكم اختار ترى انا سحبت يلا اختار اختار